هكا الحمد لله، دوكا الحمد لله كي راهي هنا لاجونس خير من لا ديال. شو لا ديال تحت كانوا كاع لا بريبار يخدموا كاع اونوار، دوكا كي جابوهم لهنا مليحه. هكا الحمد لله، دوكا الحمد لله كي راهي هنا لاجونس خير من لا ديال. شو لا ديال تحت كانوا كاع لا بريبار يخدموا كاع اونوار، دوكا كي جابوهم لهنا مليحه، تولي مام ترونسبور ولي كاين كل وقت، ماشي كيما لتحتا، هنا خير من لتحتا. لاجونس هذي الحمد لله كاع كي ولات، وحيا تفرح باين هذي. من القرار هذا بيسك راه في مصلحتنا، أولا أنا نسكن هنايا. ثانيا كنت نتلقى صعوبات باش ننزل كي سيرتو كي نجو مع العشيه نروح حتى لا ديال تحتانيه ومن بعد نجي نمشي دي فوا ماسي باش ندرت التنقل زعما العشيه سيرتو تجي مال تعبان مع الخدمه وكاع ما يساعدش الظروف ودي فوا كنت نحبس لهنا في بن خيره ونعاود نهبط هنايا يعني مشكل بزاف والحمد لله يا ربي هذا نثمنوا الراي تاع الوالي قرار تاع الوالي لا واحد العام عام وزياده ما كانوش يدخلوا هنايا مي دوك هكا خير لتحت فوضى فوضى من ذاك تدخلي فما تكوني مالقي مشارجية ما كاش ما با منين تفوتي تخرجي تضربي واحد 20 مينيت وانت مشارجية بالغاشي وقاعدة فما ما فوضى ما كان لا نظام لا والو هنا احسن كاع من تحت الجونس هكذا صافا مليحة كي طلعوا كاع الكيران لهنا ولا صافا مليحة ولا تبهدلنا مع الاجانب كما قال لك تبهدلنا ماشي مع الاجانب مع الولايات واحد اخرين في الصيف يجوا الناس لهنا يسخسيك الكيران ما كاش الكيران عاصمة الولاية يقول لك الجزائر تحشم واش تقول له وين تبعثوا وراح تبعثوا صاير في عاصمه الولايه ما عندكش وين تبعثوا نوختي هما شغل داروا لاكاروتيار صح لاكاروتيار شابه وكامل منه بصح كانوا يدموندو مش عارف كيفاش يعاودوا يشوفوا في ليلين فوالا ليلين يعاودوا يشوفوا فيهم يعاودوا ريفيزيهم يديروا لي ديبار منه خدمه واحده خاصها نظام سي نورمال وزيد لي دموندو يدموندي لي طرط بزاف احنا ماناش نقل بضائع احنا نقل اشخاص عبر طرقات انا ماذا بيا ندخل كما قلتي نهبط منا ندخل وين كاين الشعب نتحرك باش نرفد الشعب مانيش ما عنديش ريجيس نقل بضائع باش نحوش نخرج ديك لي طروط ونروح باش نقل بضائع نهضروا زين راكي فاهم واحد يكون فاهم شويه في راسه ما يكونش النظام مليح على الجميع ودير القانون تاعك سبوندي لي ديبار مانيش عارف انايا السلام عليكم اختي كما راكي تشوفي المواطنين نصهم فرحانين بالاخر باسكو هنا لاجونس هذه كبيره وفيها الامن فيها كيما نقولوا راحة المواطن هي الأولى من ناحية نقي الحمد لله يا ربي راهم يدخلوا هاكي تشوفي بعينك بسماعين شرشها المكاش راهم يدخلوا أنا واقفين عليهم من 7 تاع الصباح 6 تاع العشية وكاين حنا واسو كاين لاجون تاع الليفي راه يقف عليهم مع ما يطولش حنا عندنا 5 دقائق باسكو علاش كاين الناس تخدم ما تقدرش تستنى بنص ساعة حنا 5 دقائق نحكموا لهم الوقت كار كيما نقولوا تجي كار تخرج كار هذه هي الماكسيموم 5 دقائق ونخرجوا كيرا باش هذه لازم نحافظوا على راحة المواطن باش يلحق في الوقت هذه هي أختي مامو يعني بيا الغاشي باش تكون يعني نسهلوها نسهلوها على الناس معاهم هنايا احسن هنا خير من تحت والشعب وين تحطيه يركب تحطيه هنا بيسك ماهوش الاشغال الصوالح تاع الشعب ماهوش المحطه هاي في لافيل ولا حطيتيه هنا يديبلاسي يروح لافيل حطيتيه في لاديه اللي يديبلاسي يروح لافيل واش هي الفرق بيناتهم هنا منظمه على تحت على لاديال الإجراءات اللي قمنا بها هي الردع وإجبار الناقلين دخول المحطة وهذا بفضل السيد الوالي والي تيبازا اللي عمل خذا إجراءات وخذا قرار بالدخول الناقلين إلى المحطة اللي هما لانتر ولاية ما بين الولايات قال لك نبداو بهذو ما دخلوهم باش نشوفوا كيفاش نخدموا مع هذا وشبه محطة تاع لاديال هذيك فيها الكيران يديبوا الناس من تماك لهنايا عندنا 37 كار تديهم وتجيبهم وكاين كيران تاع حافلات تاع 100 شخص دونك هذه هي الاجراءات الكبرى اللي درناها مع الجمعه جمع مع الاجتماع مع السيد الوالي وسيد الوالي مع سيد مدير النقل لتيبازا وعملنا عمل جهود كثيره وسيد ولي بارك الله فيه اللي خذا قرار باش يحب صارم باش يحبس هذا الشيء ودار القرار ودرناه وبديناها من البارح بداو باش يواسيو ان شاء الله.